Allez-y, les gars, correction de l'exercice numéro 1, isométrie. Déjà, c'est pas quoi, on a appris à l'énoncé, ma barbe. Similitude, y'a rabbi, on a appris à l'énoncé, ma barbe, d'un col. Si on a déterminé R de A ou R de B. Allez, les gars. R de A ou R de B, donc l'image de A par la rotation du centre O et d'angle P sur 2, l'image de A, c'est le point A'. OK? Et l'image de l'image de B, l'image de B, c'est le point I. Donc, justification. Donc, qu'est-ce que vous avez, Elbnet ou Laulet? Donc, OA' égale à 2 OA, OA' égale à 2 OB qui est égal à OA, car B est le milieu de OA'. OA, OA' égale à OA, le vecteur OA, OA'. Je remplace le OA' par 2 OB. Pourquoi? Je pense car I est le milieu. OA', OA' égale à 2 OB. Pourquoi? Parce que A' est le symétrique de O par rapport à B. Donc j'ai le droit à 2 OA' égale à, donc OA' égale à 2 OB. OA' égale à 2 OB. Et je simplifie le B, t'as donné à OA OB, où il est congruent à quoi? À pi sur 2, modulo de pi. Donc, R de A égale à A'. OI égale à OJ, où il est égal à 1 demi OA, où il est OB. Donc, OI égale à OB. OI égale à OB. D'accord? Ben, OI égale à OB, vous êtes à l'angle OBOI. OB, OI. Laissez-nous avoir la justification. Tatina OB moins 1 demi OA. On remplace le vecteur OA par moins 1 demi OA. Et lorsqu'on remplace par moins 1 demi OA, moins 1 demi est un réel négatif. Donc, on a le moins 1 demi. Vous êtes d'accord avec moi? On zid ou pi. C'est clair pour tout le monde? Et donc, c'est égal à moins pi sur 2 plus pi, qui est égal à pi sur 2. C'est clair pour tout le monde? Je passe à la question B. La question B, a montré que G appartient à IA'. Le point G appartient à IA'. OG perpendiculaire à IA'. Donc, G appartient à IA'. Le point G appartient à IA'. OG perpendiculaire à IA'. OG perpendiculaire à IA'. OK? Alain a montré que G appartient à IA'. Très très bien, Ishraq. Très très bien. Narfou, qui m'a dit Ishraq, Narfou, le point H appartient à AB. Donc son image G appartient à A'. Pourquoi? Allez. Conserve l'alignement, moi je suis content. نورمالمون تكتب برا انا مش اللي كاتبها انا لهنا اما هي نورمالمون تكتب شو معنى هو بيدو؟ شو تقصد بهو بيدو؟ شو معنى التريانجل هو بيدو؟ معناها ايزونتريك؟ منو اللي كتبت بعد قلت اللي هاش ابارتيان لابي دونك الاير دو هاش ابارتيان لابي زيد هذيك زيد هذيك ضيعت بها نيتك الصافيه ضاعت هكاك لكن من الاولى دخل تريونجل في الحقول انا جبت واحد بوالك غلط اللطف اوكي ثم وضعيه كيما هكا بالضبط عملها معناها خرجت على الموضوع وبعد رجع كي تناقش ناقش فيها قال لك لا زيرو رغم انا انه وقعت نقط سهوه وما يقصدش لا قصد قالوا لي فهمتوني جردوا بالك ده المتفقد وكملوه هما رغم الكلام هذا ما نحبش نحكي في الماجستير باه اي بالرسمي ده هو قال له وبعد هما كملوا عليه
هما جاي اي دول كل ومنهم برفت الاخر برفت في ريال. باهي شو عندنا؟ طب واش من هنا ناقص الريزونمون هنا راهو حسب رايي انا ناقص هنا. اي ما تبيع يا ودي تدري على البلاويات ما تبيع لازم تتزايد يا معلم باش نلعبوا فهمتي كار لازم تتزايد تفهم فيا زين باش نحكي معاك كار لي سيميليتود كار لا روتاسيون كونسيرف لا ليني مور خويا ندري عليه انا وعليش لا بشوي كار لا روتاسيون كونسيرف حاول تفهم لا روتاسيون كونسيرف لالينيامون ما قلتلكش انا مش باش ياخذ عليها النوت التلميذ في الباك ولا لا مين راني بروف لازم يكتبها كيفاش مالتي تفضيحه هذيك مش مركز الجمله اللي بروف هذا اللي يكتبها هذيك كيفاش ما تكتبهاش هاك تحش تعمل في الفضح خالي يا شباب روجستر من ما مش هقول ما انت هذيك شنو يقص او اس بير فون دي كيلر ابي ايه معناها ارد او اش بير بونديكيلار اير دو ابي هي كتبت لها كونسيرف الاورثوغوناليتي ولا هنا علاش هذيك خاطر هي كونسيرف لا ليني واضح لك ايه دونك او جي بير بونديكيلار او ا بريم اي ما لا نكتبوها نحن كل ما نقولوا البوان ديك ابارتيان معناها ايماج ابارتيان نقولوها علاش ما نقولوهاش شي حسب امورنا في السليم باذن الله باذن الله اش قال لنا بعد كورس سمير الورجي شكون يجي طب إذا جي يا جماعة أبارتيان كوا جي جي أبارتيان أبريم إي وأو جي بيربونديكيلار أبريم إي هاي مالا جي البروجي اورتوغونال دو او سير ابريم اي وكا هذيك جوستيفيكاسيون كونستروير فيها جوستيفيكاسيون تسليم ولا لا فيها جوستيفيكاسيون كونستروير لازم فيها جوستيفيكاسيون رغم ما مره ولا فين في الباك ما قال لك لا كونستروير هكا مادام قال كونستروير وفيها الموضوع فهمتني لا مش مري ما كلامي اي مش مري فما عندنا كونتر اكزومبل اللي هو كونترول هكا كونترول عامله مش قلت عامله اللي هو معناته 0.25 تقسيم على كل ده لهم ديما يقولوا هما كيك قالوا الكلام هذاك وانا المثال هذاك ما نسيتوش من مخي معناها فما قسمة النوت على الكتيبه 0.25 على الكريتور و 0.25 على الجوستيفيكاسيون تاع الكونستركسيون والكونستركسيون انا عطيتك بالضبط كان ترجع تلقاها موجوده كونترول اكزرسي كومبلكس اس ترانسفورم بي او نو او خلينا نسمع نقراو تو كان البارتي بي يا جماعه سوا اس لا سيميليتود direct qui transforme O en A et B en O. يعطيك الصحة ديتيرميني لو رابور اي لونجل دو اس سي تي سيميليتي ديريكت دونك عندها رابور اونجل وبلاي سور او بي يعطيك الصحة و ا سور او بي يعطيك الصحة اللي مش عاجبه لهنا مش عاجبني اون ديزيني اي لهنا اخذ المخيبة هذه اي تي تا لو رابور كا لو رابور اي ناقصة ريسبكتيفمون ناقصة اي ميزور مش هكا كا تي تا ريسبكتيفمون ساعة ناقصة respectivement هذيك لازم تكتبها يا معلم لو رابور اي اون ميزور لا اون ميزور خاطر مش تعملها موديلو دو بي اي اون ميزور دو لونجل دو اس فهمت خاطر مش تعملها موديلو دو بي فراس ستاندار غير هذه ناقصه ميزاجور هذه عندها اكثر من سنوات اكثر من 10 سنين سور اكثر من 10 سنين إذا هاي الريداكسيون نحفظها حفيظة بالله كيف ما أنا نكتب فيها بالضبط بالضبط.
OK? Donc, S de B égale à O, S de O égale à A, magnéto K égale à OA sur OB, qui est égal à 2, OB sur OB, qui est égal à 2. Mais je vais vous dire que ومعناها تكتب اللي هذوما زوز من بعد تدويري الرابور وتدويري لونغ اللي هذوما 0.5 مش يجوك 100% في الباك مستحيل كان شفته مره ما جابش اوكي الا اذا كان ضرب على رؤوسهم وما جابوش سيميليتود جامده اوكي هذا مستبعد لازم حتى كان عمل لا مش امبوسيبل بوسيبل هي خاطر صارت في بميلا اونس هذه اخر مره نذكرها معناتها فهمتني بوسيبل انه جيت بلاسمون بلاسمون صافي ممكن اما يعني انا نتوا يمشي يبدا بدي بس مونتي بلاس مون بعد يتعدى دريبه السيميليتود على القليل فهمتني كل كل ياو كدار على الكل دونك تي تا يا جماعه كونغرويا او بي او ا او بي ا او او بي ا او موديلو دو بي واللي هي او بي او ا بلس بي موديلو دو بي واللي هي موان بي سور دو بلس بي موديلو دو بي واللي هي قداش بي سور دو موديلو دو بي ردوا بالكم من الريزونمون كان حطيت حويجه لهنا تستحق جوستيفيكاسيون ترجع لها بونيفي هاك الناس الكل تكتب كيفي انا هكاك الكتيبه مشتركه كيف بعضنا الكل بس انا كي نبدا هابط مره اخرى نتخسر ونبدا نعمل هكا هكا هاو كيف كيف تخزر الكراس وتخزر لي انا كيف كيف هاكا من جديد فهمت انا نكتبه كيف كيف مش نبدا انت تكتب في كتيبه مخالفه للكتيبه هذه لازم نتبعها شكون قال بالله تطلع فيها غلطك اوكي راهي تقرا حرف حرف ما باش يقرا حرف حرف يبدا يقيم لهنا النص ولا 0.5 نص وهذيك هي خدمته اوكي دونك نكتبوا الكتيبه نتاع بروفنا اللي هي كتيبه معناته ستوندار ومتفق عليها ومضمونه اوكي ومتعدي على اجيال باهي مون طريق اش ايش نو بشوي مون طريق لو سونتر دو اس اي لو بوان اش كيفاش نبينوا لي اش لو سونتر دو اس سوبوزيو اوميغا قال راس قولي ها وين اوميغا خلي لهم الاولويه لابو اصبر اصبر امشي امشي زي ما انت عندك الاولويه اوميغا سوبوزيو اوميغا سونتر اس دو او في ار نوت اوميغا او اوميغا ا هي تيتا اوميغا ا ايكال دو اوميغا او احنا ديجا عملنا الهاش او هاش اه هي بيسرو دو بشوية 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 ايش فيريفيت انت تو فيريفيت الرابور فيريفيت الرابور وفيريفيت لونجل بالاش فيريفيت لونجل لك هو هي ما تكفيش لونجل برك شكون من الاخرين لا حتى انت لا واحد اخر هل تعرف انا فاهمين بعض غير ما فاهمين بعضنا على الاخر بصف الغالي يعني ما تستحقش خلينا نتاكد بس انا اللي مجدو به هي او اللي مجدو او هي اه متاكد من باب متاكد سبحان الله خلينا نقول التصويره باش نتاكد اللي ماج لا لا ما هذا دبي هي او وينو بي او مريق لا وليماش دو او هي ا ليماش دو او هي ا هكا هو بريقلي فتبقى ديجا وجيت برشا مرات بالله على فكره انا قاعدين نترناو توا على السيميليتود دونجل بي سور دو اوكي السيميليتود دونجل بي سور دو هذا جا في 50% من زيكستري دو باك وال 50% اللي بقاو اللونجل تتبدل والله نسيت هذا السنين من الماء باش توزع اللونجل ومن بعد السيميليتود جاي دو رابور قداش كان تذكر اي باهي اي بي سور سيس اكثر قلق اما الفيرسيون بي سور دو هي الفيرسيون الاسهل اصلا هذه 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 اللي باش نخدمها هنا تو اقل شيء اقل شيء اقل شيء جات 10 مرات في الباك واللي هي كارثه تعتبر حاجه تتعاود 10 مرات برشا 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 لا الزبير خاطر يبدا بها لا مش تتعاود انت ممكن مش يلعب باللونج البي سور دو يتوح يدور 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 يرجع لها لا لا ما تقولش كده اذا مش استعملوا لونج كيما يعرفوا البنات من غير ما نسال فيهم دونك هذوك هما اللي يحبوا يقولوا البنات ثلاثه اس دو بي قال او معناها اوميجا بي اوميجا او اي قال بي سور دو مالا اوميجا وي
في السيركل دو ديامتر او بي. اوكي، و اس دو او ايجال ا، معناها اوميجا اوميجا ا كونغري بي سور دو بي، معناها اوميجا وي في السيركل دو ديامتر او او. هيك هو جو عندك، جو عندك بنات اوميجا موجوده في السيركل دو ديامتر او بي، واوميجا زاد موجوده في السيركل دو ديامتر او ا. Monsieur, vous me dites que vous choisissez centre. هنا ديما تبوزي سنتر 90% اللي نتذكر، وانا انا تو جديد معاكم بس نتذكر كيف كيفكم، معناها باش نبدا نكور كيف كيفكم حتى نوصل نولي من بعد 10 اكزرسيت نلقى روحي وليد كوم وليد باهي نفهم، فهمتني؟ اللي نتذكره جينيرال مود ديما بوزي سنتر مع مراعاه الوضعيات اللي فيها كوتي انتليجونس ولا ما نعرفش، انا ما نحبش ننجاجي روحي اون فوا بور توت 90% بوزي سنتر. اوكي، اما الوضعيه هذه في حد ذاتها يا مريم هي وضعيه كلاسيكيه، وكلاسيكيه جدا 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 جدا، فهمتي مريم ولا لا؟ اي فهمتك. اوكي، ركزوا لي على البي سور دو، ركزوا لي على البي سور دو يا جماعه، اتمنوا ركزوا على البي سور دو. اوميجا ابارتي ان سيركل دو ديامتر او بي انتر سيركل دو ديامتر او ا، شنو التقاطع بينهم يا جماعه؟ ترى هيك نحلوا عليها من الكتاب. سيركل دو ديامتر او بي والسيركل دو ديامتر او ا، سيركل دو ديامتر او بي والسيركل دو ديامتر او ا، فاش يتقاطعوا الزوايز هذو؟ هاي تخلي في مخك في العاش، مش تقعد تحط العاش برك، فهمت شو قصدي مان ولا؟ لازمك تفسرها. تحسب غلط نورمالمون، غلط كي تحط الاش بركة نورمالمون غلط، هذا رأيي أنا، هو مش يقول لي احسبها ساعة مش احسبها ساعة، أما أنا رأيي أنا إني غلط. كان نسأل حبيب الكبار راهو هو تعرضوا لها قبل، راهو يقول لك هذايا ما عملناها نحن في 2013 ما عطيناش عليها في عام كذا كذا، هذيك القوة نتاع الخبرة كيفاش زملائنا الكبار كيفاش نستفيدوا منهم برشا، فهمتوا قصدي؟ يجبد لك الهيستوريك ديريكت بالوقت، يقول لك هذه هي ثلاثة مرات حسبناها غلط، ولا رانا ديما نحسبوا فيها سايحة بربك. هذاك علاش معناها اللي ديما نستحقوا الكبار معناها باش ياخذوا من خبرتهم، من خبرتهم او ننسوا جوع على نفس المنوال، فهمت قصدي؟ افهمي طبعا عندك زوج بوانات، الاول اش انت باش تختار وعلاش مش الاول؟ انت شنو قال لك اس اش بما محترم نفسك؟ صحيت الاول هي اللي خارجه من اللعبه، كلام غلط، هذه غلط كل شيء. شكون؟ اي اي سبعة اخذوا ديما للدياجرام، هي من غير ما تشيروها لي عاد سيبوا لنا تسليم. كار اس دو او ايجال ا كي ديفيرون دو او، سي او مضمض عليه، ما تنجمش تكون الجرد او هذه ما تنجمش تكون سونتر. هي ذاك سي اونجل ديستونس، اونجل ديستونس راهي قويه ياسر، تعرف الديستونس شنو تهزك؟ تهزك انت كيف الديستونس راهي صعيبه على الاخر. كي باش نعطيو مثال اخزروا لي يا جماعه، كا ايجال او ا سور او بي ايجال 2، وتخلي مثال سونت فين هي الاش اوميجا ا، اوميجا ا سور اوميجا بي ايجال 2، تفهم فين؟ اوميجا ا سور اوميجا بي ايجال 2 بشويه، اوميجا بي سور اوميجا او ايجال 2، اوميجا او سور اوميجا بي، اوميجا او سور اوميجا بي ايجال 2، وين موجوده الاوميجا؟ تعرف موجوده؟ موجوده في السيركل دو ديامتر جي 1 جي 2، تيل كو جي 1 لو باري سونتر و جي 2 باري سونتر، كي تتذكر هكا فاست الباري وين هذي، رانينا التلميذ نحنا بشويه ودي، حتى رانيوك عليها وحتى نوريك الفازا وحتى تتسكر عليه كل البيبان. اي مش عن جد لازمك ديمونتري، ديمونتري لازمك ديمونتري. ايه مش تفير في زوز حاجات بركة ديستانس من واحد. نخدم على اساس ما انا ما عنديش في المات يقول افهموا يا ربي افهموا، ما عنديش يقول لي دو فوا، ما عنديش حاجة تقول لي دو فوا تقول لي اللي اصلا باش تقول اور، هاني فيه نوعا ما فيها مكرانية انا اور، مش تنتي توا ربي عاطيني دو بوان خير ما عند ربي،
عطيني زوج بوانات هو وانا باش نغسل روحي ونخدم كان ببوا واحد مهما انا كبير. انترسيكسيون هذه تحكي على زوج بوانات انترسيكسيون ما بين زوج سيركلز انت تحكي على ميثود انترسيكسيون لحظه لحظه انترسيكسيون ما بين دو سيركل سي بوان اونيك لهنا اش واحد هي انت باش باش تحسب بها بالديستانس يا تحب تعمل ديستانس صافي الوضعية نتاع الديستانس مالي شو تحب تفهم ما فهمتش ها؟ في العادة استعمال لونجل هو له الأولوية أما كي نسكر عليك أنا لا مشكلة في بعض الأحيان توصل ساعات توصل المواصلة نص الغد أنت ودوني أما هذيك لازم 10 اكزرسيات مازلنا ما وصلناش للمرحلة هذيك مش موجودة في السيري أصلا في الدفوارات لما دو دفوار دو كونترول مدهم لكم كوريجي هذوك في دو دفوار دو كونترول نبدل لك اللغة كي تجي تخدم السيميليتود تروح الفاهم ما تلقاش الخارجة تولي وقتها تستعمل ديستانس وتعمل بها برودوي سكالير وكالك ومعاها اونجل لكن مسكره لهنا مادام عندي زوز بوانيت نستثمر زوز بوانيت وكهو ايش يتكلم؟ مثلا نقول الاس دي تا مثلا ايجالات ليه سونتر بعد سيبوزي ولا الهاش هي بيت هاتي تا اوميجا ايجال اوميجا اي بعد هيك نحسب نعمل كاب مثلا ايجال تي تا ايماج نتاع البوان تي تا فاهم كده؟ بعض سبوزي بوان اخرى مثلا مع والكل ونختم بالابسورد ما تقول له هذا شيء هي طويله لا مش طويله انا ما عنديش ورقه مبدئيا ما عنديش ورقه معقوله عملت عمليه ولا انت تعرفي عمليه؟ اذا كان مش تقول اذا كان حبيت نقول هو لها انا اور اش باش تقول من بعد باش تخدم بوا واحد تو نخسر في روحي انا عندي سبوانات باش نخدم بوا من بعد باش تقول اش بي سور او اش او اش او سور اش بي اكواد ايجال اش او سور اش بي ايجال ادو وشني اخ و اش بي اش او كونغري اكوا كونغري بي سور دو اي وين موجوده الاش هنا وين موجود الاش عندك باش تقول هذه اور من بعد تقول مالا اش هي بيدا اوميجا منين جبتوا التيوريم هذا قلت لها بيا اشراف منين جبتوا التيوريم هذا عندك انت اوميجا او انت منين جبتوا هكا هو انا والله نحب نعرف معاك انا ما نذكرش اللي عملت هذه لا لا انت شنو ما اشراف باش تخلط راهو مشي انت تخلط هو سفرت ومشي راه معاك اي ما انت تنطقت على هذا ما يصيروا ديريكت هي كيفين يلقى لك الضربه ماك جايبه ميثود مخالفه تنسى الكل مرحبا بك اي جاي هي قال لك طف ما يبقاش اذا فهمت يعطيك حقك مش معناها مش يقول لك حقك امريكان يقول لك ديت بالبيزا هكا هو اخر سؤال اني بوزيتير كان اوميجا طب وين عندي زوز ايماجات لا اسمعني شوي ايمان عندي دوز ايماج هكا ولا باش نخسر روحي في ايماج واحد هذه باش نقول له اور ونكتشف في النهايه اللي اوميجا يقال اش والله ما نتذكرش خلينا نزيد نقري الكور في الكلاس هذا ها مازال الايامات خلينا نولي بلي كومبيتيتيف اكثر فهمتني تو نشوف كان عندك تو نلقى لك حل هاني قاعد نخمم لك لا هذه مبدئيا ما عنديش فكره اسمع لي باش نكتبها شكون قال لك اللي ساره كي تبدا اش او يقال اش او سير اش بي يقال دو واش يا نمزلو عليه خاطر هي الانترسيكسيون ما بين السيركل دو ديامتر هذي كان تاع البروتيس كان تاع عمليه ما بينها وما بين السيركل دو ديامتر تفهم في كلامي ولا ما تفهم هي ماني قلبي ما يتهناش بلا يتعب تلعب بالنهار واضح ولا ما نذكرش ما استعملتها انت تكون لا لا ما تجيش غير نهضر لك في اللغه ما تجيش وعلاش ما استعملتهاش حتى مره ما استعملتها يا ولدي خاطر حتى مره حتى مرة
ما يبني ليكزارسيس ويجي يقول لي شنو. حتى مره ما يتبنى ليكزارسيس تاع سيميليتود بايماج واحده، لازم دوز ايماج مينيموم. فهذاك هو السبب. باهي امريكا لا هاي تفضل. هاي ما قلت اش البروجوتيف تبوك ملي كذاو في الوقت في الحكايه هذوما. ما قلت في السؤال السابق اللي اش البروجوتيف. لا 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 ظاهر شنو لازم هو تريونغ ريكتونغ. قلت له اش بروجوتيف معناها تريونغ ريكتونغ. ما يسالش تو هنا تبحث عن الاضافه هي هكا تحسب ساحه موافق معناها دونك انت تطلب في الزياده ما فيش مشكل. لا لا فاهم 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 راهم هما زوز بروجوتي دونك انت قلت في السؤال الاخر بروجوتي سي وفي الموضوع. انتم ملاحظتكم اكثر اهميه. اخذوا لي هنا مادام قلت البروجوتي معناها هذه سيركل دو ديامتر معناها الاش موجوده في سيركل دو ديامتر ولا هنا الاش موجوده لا من غير ما تفسرها ظاهر 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 باهي مونتري كو اس دو كاي قال جي اها 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 كا مليو دو او بي الكا هي المليو دو او بي معناها ليماج دو كا باش يكون المليو دو او ا هاي كا مليو دو او بي معناها اس دو كا ايكال اس دو او ايطوال اس دو بي car la similitude conserve les milieux. Donc S de K est A étoile O, les J. Monsieur? Ah non. Et qui est-ce que tu ressembles, Mani? Je crois que S de K et la J ressemblent. Là, Mani, je t'arrête le clé, mais je m'en touche à Audi, Mani. Par exemple, qui te ressemble, Mani? Qui te ressemble? J. Ah non, qui te ressemble? الاس تو كا ايديولوجي يا بنتي ما قالكش مرسومين من قبل راني بعثت لك التصوير حط التصوير قدامك ليه نعرف نعرف اما كي نسمها كيفاه قال لك اللي هما لي مليو حلي مخك ايه قال لك هاي حط التصوير قدامك انا مش تخدم لغير تصوير مريم راه مش تولي جن فهمت ايه اوكي باهي مونتريتو اش كا بيربونديكيلير اش جي وينو اش كا او اش جي هذا وينو اش كا او اش جي تفضلوا هاي قدام عينينا يا جماعه يا جماعه هاي قدام عينينا اش كا هذه اش كا او اش جي هذه أشكا وهذه أشي وده حبيبك كان سهواه ما فيها شيء ذي هذو ما ليك استيعاب كنت فلتهم تولي خائبة ما بين اللي تجاوب عليهم تولي تمشي لهم يمشي هوا ايش ما شطرش عشان ده كله من الكديم ايش دو كاي قال اجي معناها اشكا اشي كونغريا بي سور دي ودير دو بي معناها اشكا بربونديكيلارا اشي همشي من بعد واي اس دو او ا ايجال ا سي اس دو او ا ايجال ا سي هاي سيدي من سيدي اس دو او ا ايجال ا سي عاودها بلي عمري ما كتبت بين وين قريت هذا ترى هيتنا عندي النقطة لا سمحني هنا هي دور لي وريني بسبب شوي هكا بسبب صبع نبيت أن كده أو أ أنا كوب أشكا أو سي
Alors, OA perpendiculaire à AC. OA perpendiculaire à AC. OA perpendiculaire à AC. Et AC passe par S de O, les A. D'où S? Oui, Nico, c'est l'orthogonalité. OA, عملت l'image de OA ou l'image de شكون عملت؟ يعني حمل زوز بالبوندكيلا اللي خدمت بها، يعني حمل زوز بالبوندكيلا اللي خدمت بها. ايماج تاع الاو ا هي بيربونديكولير عليه على خاطر اللونغ تاع سيمتري بيسيرفر. اي انت مش تحكي، انت تحكي في الصحيح وانت تحكي في الغلط، مش في الغلط، في اللي مش مفهوم، في اللي انا مش فاهمه، في اللي انا مش متاكد منه بليتو. اوكي خاطر في مخي نخدم في عباره او اش انت تو ما شديتش حتى ثنيه، في بالك كتبتك غلط، هذه صفر، هذه ما شديتش حتى ثنيه، تفهم في كلامي ولا ماكش تفهم؟ ما شديتش حتى ثنيه، مش شد الكونسيرف، كونسيرف الاورثوغوناليتي هذيك ثنيه، تو نتغسروا باذن الله ونخرجوا ونخرجوا بها بقدره الله، هذيك تكنيك كونسيرف الاورثوغوناليتي. وليماج دي دروات دي دروات كلو بيربونديكولير دونك لونجل دو سيميليتي دي بي سور دو سي اوتر تكنيك. اي فوالا هذا هو زي ما هي صح، هذه غلطه. اما هذه لازم يثبتها بالتصوير، الكتيبه اللي كتبتها انت تثبتها باش انا ندور لزميلي باش ما يقعدش يتبع فيك كذا في الوقت. غلطه ظاهره فصح. تري بيان، فراز المعتاده نتاعنا هذه تحب تخرج من تحب تخرج من الخلود، ربي يديها خلود. انا مخليه كتيبتنا المعتاده المحفوظات اللي حافظينها، وتحب تكتب كتيبه اخرى. جبت له لونك يا عجبك، ما تجبدش لونك مشيت تزمر، لطف عليك. هاودي هاي الكتيبه المعطيه، اخزر لها خلود، اخزر لها خلود، خليتها خلود. الكتيبه بتاعت دوزيام مالين عاودوا فيها 3 سنين تو. نكتبوا له اس دو او ا بيربونديكيلار او ا كار اس اي تين سيميليتي دونك لو بي سور دو، سيميليتي ديريكت دونك لو بي سور دو. والاو ابارتيان او ا معناها اس دو او ابارتيان اس دو او ا معناها ا ابارتيان اس دو او ا. هاي حتى لهنا راهي كونسيرف الاورثوغوناليتي، كونسيرف الالينيمون. انا برا بالك انت كنت تكتب فيها تو. هاني علاش؟ الشطر الثاني علاش؟ خاطر لا سيميليتي كونسيرف لا لينيامون، فهمت كلامي؟ هي معروفه هي نكتبوا فيها تهبوا ندققوا ندققوا، لا مانيش نكتب فيها راني انا كان جيت تو معاكم انتم باش تشجعوني ولا ديما نكتبوا نكتبوا اكثر تدقيق. كار لا سيميليتي كونسيرف لورتوغوناليتي. استغفر الله يا ربي. لا لينيامون حتى ولو حتى كتب صحيح، انا راني قلت باش نزيد نتبع الفيجور، نخسر الفيجور ونشوف كي نديش كتب فيجور ونخسر الفيجور نخسر، فهمت؟ اما حتى ولو انت خدت العز ومشيت للداز ما تمشيش ليش هذيك، خليها جوكر تو تو نخسر خسر هي بيدم، ما نخليكش الهواء ونتنفس، فهمت ولا لا؟ وتخرج بالاورثوغوناليتي وتبدا، ماشي تبدا خارج في الطبق وانا نجيب في ثنيه اخرى. فهمت كلامي؟ هذه ابجديات لازم التلميذ ما يفوتش فيه هذايا 30 ثانيه السؤال هذا. اوكي؟ تاع 30 ثانيه نمشوا حافظينه في الباك، نمشوا حافظينه حفيظه التسنين. هو يجي دونك بي سور دو وانا نصب الصبه. طول الكل لازم تجيب صحيح، فهمتوني؟ الناس الكل تجيب صحيح. محفوظات حافظ درس. دو دوير كو اس دو جي قال السي. الاسي ايش لازمك تعمل؟ جيب خوه واحد اخر. هاك انت قاطع نحبو اس دو جي قال سي اس دو جي اي قال سي فما واحد ما عندكش ديماج بتاعو شكونه؟ الاش جي والاش نو الاش كا اي معقول الاش كا مش بالمذكره الاش جي غلط
هو قالها لك في لينونسي بي هكا هو مع الامريك دي اي دقق فما حاجه انا فهمتي لازم تقولها هات اقولها لك خلينا لازم نقولها هات اقولها هم كلها يعني عندنا ليماج دو او ما احنا حسنا بليماج دو ليماج شنو احنا نحبوا ليماج عندنا ليماج دو او اسي اي عندك ليماج بتاع دروات اخر يا لالا عندك ليماج بتاع دروات اخر شكون عندك اللي هو شكون اجي شنو ليماج دو اجي اي اش كامل تخدم الخدمه ديك قبل هناك سؤال خفي لما لا شنو 0.25 فوا 2 دي رايي 0.25 فوا 2 عموما يتغاسب لي عملها 0.25 برك فهمتوا كلامي؟ هاي الساعة هذه الجزء الأولى يعني أخر خلود اش اس دو اش جي هو بي دو بيربونديكيلار اش جي كار اس اي اون سيميليتود دونك بي سور دو و اش ابارتيان اش جي اس دو اش ابارتيان اس دو اش جي معناها اش ابارتيان اس دو اش جي نعاود لازم الناس الكل تكتب هيك باش كي نبدا نحبوا مثلا نطلعوا درس بزاف ما نضيعوش الوقت تك 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 نكملوا في نفس الشيء مش نكملوا هو نحن ما دام نصلحوا في فازا اما ديما فازا في الاخر نوالو نوصلوا لك الاخر في ساعه فهمت وحتى كان واحد مش خادم في الدار لاهي بالفيزيك ولا لاهي في زوتر شابيتر ينجم يريكوبيري فاسيلمون معناها الكتيب المعتاد يمشي برك مشكل ما انت بطيب البروف كهو ما لاش نخدم نرتج ما لاش نخدم فيديو ربحت منه ربح منه حاجه كيكا هو يوريني الريداكسيون باش كهو كهو قصد بعض اس دو اش جي ايجال اش كا ما عرفتش هيك خاطرين هاني صادق خاطرين ما عجبتنيش الريداكسيون غنو نوجه في الكلام الخلود انا تو باش كون نوجه فهمت خاطر ما عجبتنيش الكتابه نتاع الخلود الخلود تو عندها عامين عندي نكتب هكا تكتب هكا وكا من غير ما تبدا ترتجل فهمت يبدا ينقص لك فهمت تدري على امك الكلبه مع الفجعه نتاع الباك اش بيك راه باك فهمت مش لعبه راه راه باك فهمتوني راني انا وقت نحل ورقه الباك فهمت ولا لا ومش نخزر اول مره في حياتي مش نخزر الليزر راني نتهز وننفض راني بروف اللحظه ذيك اللحظه راني من الفلوس جايكم ها ما نقولها لكم مش في الاخر خاطر باش نفجعكم اما فهمتني شنو باش يجيبوا زعما السنان الفونكسيون ال ان شنو اكسبونسيال شنو شبيك يا ودي راهي 2023 اللحظه ذيك الحاسمه نتاع 2023 في الارتماتيك مش يجيب فهمتوا كلامي زعما كيفاش باش يطلع علينا يطلع علينا الزملاء فهمتني وما يرتاح قلبي لما نحط نبدا نخدم ونتفاعل معاه باش هي نقطة اهم لحظه في 2023 بالنسبه لينا جي ابارتيان او انا قد نستناه كي كنت قبل نستناه غادي قدام اللي سيب حتى نص نهار باش ناخذ ورقه كي كنت نعس قبل التواني وليد ما انا نستنى قد نستناه غادي قدام الباب خاطر ما يعطيكش ورقه لا نص نهار اصلا ما نديهاش قدري باش نقول قبل الوقت لا ما انا باش نقعد نستنى في البيرو قدام بيرو المدير فهمت لا حتى ناخذ كل ورقه باش نشوف فهمت باش قلبي هكاك هاني ما نشوفوش نتاع السونس تيحضر جي دو او ا جي ابارتيان او ا انتر اس جي vous avez compris معناها اس دو جي ابارتيان اس دو او ا انتر اس اس دو اس جي تشوفوا على الفيسبوك كيما تنزلكم اس دو جي ابارتيان اس دو او دو اس اس دو او ا سي اس اس دو اس جي سي اش كا et l'intersection entre les deux il y a le point ou la lettre c'est le point c'est mais la s de g appartient c تمشيش تحط ايجال هنا هاك كتبت مارفيتي قال خلود راك ما تحطش قال تحط ابارتيان وتكتب بفلاش واحد كي تحط ابارتيان ما تحطش ايكيفالونس دي ديتاي هما هاي باش يحسبوها صحيحة وكي يقول لك لا نخص 0.25 ما تدو نوت ريداكسيون اون ديتاي فهمت كلامي ولا لا دونك نكتبوا له ابارتيان هذيك هي حافظينها شوية حفيظة من عند البروف ونستحفظوا على الانتليجونس بتاعنا تو عنده وين يهرب هذاك الانتليجونس هذول كلامي واضح هون لا نعم اس دو هاش كا هي اه تقصد فيه الموضوع هذا لا بيربونديكولير ا جي باسون بار اش لا بيربونديكولير ا جي باسون بار اش هو شنو لا بيربونديكولير ا جي passant par H, هو HK.
انت بالطبيعه في اللاوعي نتاعك تقول مادامي لونجل ديسوردر، لانك انت مازلت يا زينب مازلت ماكش فيها مليون دروات، فهمتوني ولا اسمع شيء بس اقول مازلت ماكش فيها مازلت ماكش فيها مليون دروات، شويه من جد شويه من نحن. ونحن علاش نسموا فيها اشكا؟ كان جاء الدنيا الدنيا رانا سميناها اش سي، ولي ما عادش تغشش في وقت ولي الامور مليك كيف كيف. ما هو عندك اش سي، اش سي عندك اش سي بيربونديكولير اش جي، عندي بيربونديكولير اللي قلت لك عليها اللي متك عليها فيها زينب، قلت لك عندنا اش زينب ولا شكون من الاثنين قالت لي اش كا بيربونديكولير اش جي، انا نسيت مش عارف مش عارف سي بون مليك لي هذول جاو انا باهي باهي. هاي مونتريك اش سي قال او اي قال اش سي هاي برا الارسل هاي اش سي يا جماعة اش سي شد خلود هات الاخرى كان عندك اش سي قال شنو هو يا جماعة اش سي قال او اي قال اسي وينو اش سي اش سي قال او اش سي اش سي اش سي اش سي قال او اش سي هي قال او ا جي او بي ا جي باهي. نبداو اول حاجه الاو ا والاسي شحوالهم الاو ا والاسي، الاو ا والاسي دار فهمت يعني هذا مخصوص الاو ا والاسي كان فرو عاون ديستانس قد قد انا تقول لي بدايه تحكي له هبو ديستانس قد قد شنو دخلوا تقول هذه؟ مانيش فاهم. اورثوغوناليتي كيفاش نعرفوا في ديستونت؟ او ا او ا او ا ايكواتي قال او ا او ا ما عندوش سوق مذوق ا سي بنات ولا ولاد شو يساوي ا سي؟ يقال دو فوا او جي وكي نقولوا دو فوا ا سي ايغال دو فوا او جي ها يا ساعتك وين هناك دو فوا او جي واللي هي او اي مبروك مبروك عليك هذه هي الاولى في رامشتاين توا اجبد لي الاش سي الحمها مع واحده فيهم الاش سي وخيان اخزر معنا ايمان اخزر معنا زيد رانيا اش سي عاونوني تنجح الاش سي زعما الاش سي بس شوية اش سي يقال دو فوا اش جي تبعيني تربح دو فوا اش جي يقال او ا اسكتي تو غير بتكلم يا خلو داني نقول لك راني نبك ما عادش تكلم مر في السليم دو فوا اش جي اي ولادي ماشي علاش خاطر تريونجل ريكتانجل ريت الاناقه ها وجو ما لم فهمتنيش عاد انا جو هكا فهمتوني ولا فهمتونيش؟ ما تريونج ريكتونج هذه ولا مش هذه مليون ولا لا؟ ما هذوك من ثلاثة قد قد هذه قد هذه قد هذه ياك هاو ود حبيبك ما نساها والو ريت الفازة يا جماعة ولا لا؟ مسافر
اي تريونجل هذا او ا اش عندنا جي مليو دو او ا مالا اش جي هو تريونجل ريكتانجل هاك ولا دونك ا جي ايكالا او ا ايكالا جي ايكالا او جي ايكالا واللي هو اوتوماتيكمون نعرفوها ا جي هي لا مواتي دو او ا هاكا جو رومبلاس ا جي بار ان دمي او ا ان دمي او دو ا جي نبدلوها بان دمي او ا ان دمي وضربها في اثنين تولي او ام كيلة اش سي ركز مش مركز اشراق ركز هذه الاش من ذي اش ما تخسرش منه من التليفون تدخل بعضك راه هذه اش سي الاش سي شنو يساوي يساوي دو فوا اش جي ومن غاديك بدات القصه من هنا هي اوكي وهذه عندها الاولويه الميثود اللي عندها الاولويه هاو شكون من البنات الخلود ولا شكون قال التريونجل كويلاتيرال ما سمعتوش بالطبيعه كان تحت بيا راني رجعت لها قلت لها وين التريونجل كويلاتيرال باش تطلع هنا اما هي دونك انا خارج بالسيميليتود بالجيوم يسمى بالجيومتري انتير دونك انا خارج بالقواعد نتاع السيميليتود هكا اموري مريق كي تطيح بيا ندور جيومتري اكسترن رغم اني عملت تدريبات نتاع كوليج هذه كوليج وحتى الاولانيه مش كوليج دو فوا ظاهره اسبري ماتيماتيك اي لا لا انا حتى كي نعمل رياكسيون نمثل مشي برا والله ماشي انا اي نمثل عليك داخله في التمثيل هذيك ها اس دو او ا هو سي شوف شوف لحظه 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 من فضلك اس دو او ا يا اخي لغه اس دو او ا وين او ا هنا ولا اسئله هنا وين وين هذا؟ ما بينهاش ولا لما بينه؟ اه تحكي على الدروات؟ تحكي على الدروات؟ تحكي على الدروات؟ ها صحيح اقتنعت؟ هيا كاو فهمنا بعض فهمنا بعض سيد فهمنا انا وياه سيد اي فهمت فهمت خاطر انا نخزر عندي دياجرام قدامي هنا كي تقول لي انا باش نشد السير ولا نتبع فيك ما لقيتهاش معناها اللي طلع حكيت عليه انا عم تمشي زي ديستونس هذيك ماشي ديستونس هذيك دروات مستقيم ما تتفسر لك هي هذيك دروات واش علاقته بالديستونس برا بلوش رمي هذاك تلين اه صح يمشي هي اسي معناتها بيولوجي او اه هي دو اسي دروات ترى مستقيمات لا نهايه له هو المستقيم ما عندوش بعد المستقيم تخدم في مخك انت انت تخدم في مخك تحب اس دو او ا ايجال ا سي معناها اس دو سيجمون او ا ايجال ا سيجمون ا سي الى رجع تلقى فيك هذيك كان تلقى فيك تخاف المبروك باه اس دو او ايجال ا او اس دو جي ايجال ا سي معناته ا سي ايجال دو او جي اور جي ميليو دو او ا مال دو او جي ايجال او ا اي مال ا سي ايجال او ا وسيبو داخلك في رمشي والثانية لو تريونجل ريكتانجل اون اش وعندنا جي ميليو مالا اش جي قال ان دمي او ا معناها دو اش جي قال او اور اور ليماج دو اش قال اش ليماج دو جي قال سي معناها اش سي ايجال دو اش جي معناها اش سي ايجال او ا هيك هو ده حبيبي كون سوا مريق امورنا في السري وسي على ما فيها شيء طلعوا كل ذيك شنو مش طلعت علاش هذا الكل مش احنا عندنا اش سي هي او ا اس سي هي او ا ما كان الاسي والهشتي كلهم قد قد باه يمشي شنو هو اللي زيماجي عندك؟ عاود هاو الدياجرام هذي الدياجرام هذي هو السورس ثم انا شفت تلمذة بلي سي يخدم بلاش دياجرام هذي كيفاش كيفاش يخدم بلاش دياجرام معناها ولا جندي هو اقوى مني هذي زعما ودي انا ما نخدمش نخدم نحي الدياجرام الموت انا عندي حاجات انا تصوير بلاش تصوير يعني دياجرام بلا غير دياجرام يعني تصويره ما كيفاش طلع من طلع ديك من الاول ما شفتش يكتب في دياجرام انا مو تصبيقات لا ثم واحده قالت لي الدياجرام في الورقه الدياجرام ريت لي لانكس مدهولك انا لانكس هذاك جنب من هنا ثم دياجرام ثم قانون في الخدمه راه مش كيف ثم قواعد العمل فهمتوني ولا اذا لازمك اللي تحكي لي عليه زين تحطه لنا توريه لي في الدياجرام هي بيدا قد او اه جنجيل امشي حلو هي طلعنا من لو اش اش شوي اش سي قد الاو ا وين بين هذه
هيك في الزرق به كل عسل اشي قد لو ما انا مش استعمل السمين جدو كل هيك ولا انت ما كنتي تحب على اشي قد او قد الاسي ها انت عندك الاسي قد او مش شوي اسي قد او ديستانس اسي قد ديستانس او نبي سافا او فما تكنيك اخر هو انا كنت تعاونوني فيه انتوما ثم تكنيك اخر نتذكر روحي استعملته مره نجي ونقول له هذوك ما دام هذيا قد هذيا مثال وهذيا ماي دو فوا وهذيك دو فوا هاي كي نقسمهم على بعضهم دو دو تنحي ولو قد قد هذو تمشي فما فيها كي تنجموا تستعملوها هنا تنجموا تستعملوها اي عاوني عليها هنا خلينا نقولوها له خاطر انا الخضره نجبدوا منها الزرقاء على قليل والزرقاء ولا الزرقاء نجدوا منها الخضراء معناها الشاشيت هذيك فوق راس الاخر كنت تحب تنجم ممكن العمليه هاي قد الخلود ممكنه هذاك اللي نستنى فيك باش تقولوا لي هذيك باهيه مش خايب استعملتها مره لا مريقل مريقل اما احنا قلنا بالكش تخدم بواحده كيما هكا وتطلع الاخرى ولا تخدم بهذه وتطلع هذه تمشي اسا نقول لك هات نقول نلقوه يمشي ترى اسي قال او عنديش هنا اسي او اسي او او اسكت هاي اسي اسكت كاين ينوب عليك ربي اسي وهذه او ا باه الاسي والاو ا نعرف اللي او ا قد الاسي باه مالا كي باش نعملو مالا البي او قد شنو قد الاو جي بي او قد الاو جي بي او قد الاو جي هذه كارتو شميتة معناها هو بي او قد الاو جي ما وين مش توصلك يعني توصلك كل شيء فهمت احكي لك انا مره خدمت بها مره ما نعرفش فيش انا خدمت بها مره استعملتها اي قول واللي ما نقدر ما نعرفش اللي هو عندي اي انا مزوز اللي اخترته عندي اجي قال او جي قال او بي بشويه اجي بشويه اش جي لحظه برك اش جي ايجالا شنو بشويه ايجالا او جي مع اش جي ايجالا او جي معناته اش كا ما هذه واحد ليماج تاع اجي اسي ليماج تاع اجي هي اسي لا عندي انا اشكا اجي هي اللي عندي انا اشكا نو اشكا ترجمة لي اشكا اش جي هي اشكا ليماج تاع اجي ليماج ايماج حاضر ليماج تاع اجي هي اشسي مش شويه ليماج تاع اجي هي اس اسي اسي ها ها دو فوا جي لا كيف كيف خلود انت كي نفس الميثود نفس الميثود هذيك خلود الاخرى يعني كي لهنا ما تمشيش ربما فهمت احكي لك فهمت قصدي خلود ربما هنا ما تمشيش انا نقولوا كي يبدا هذا عندك زوز قد قد لهنا وعملت لهم ليماج بتاعهم ليماج بتاعهم يكونوا قد قد فهمت قصدي ولا فهمت تحب نجيب ديالك نقدر تحاول اش سي او ا اش سي او ا اش سي او ا اش بلي زي ما اخزر ا سي ايجالا او ا اسكت ا سي ايجالا او ا سي ا سي ايجالا او ا اسكت ا سي ايجالا او ا اسكت عملناهم بالنوع على انا وزين ابراهيم اش سي وين هي هي ا سي ايجالا او ا بشويه مري بشويه ا سي ايجالا او ا هي اي اخر نعرفوا اللي او نعرفوا اللي او بي ما دام او بي ايجالا او جي زيد قول لي لا او بي ايجالا او جي وين تلقاهم او بي ايجالا او جي معناتها او عندنا منها مواذيك ولا ما عندناش وما دامي او بي قال او جي او بي قال او جي معناته شنو اللي ماجد او او بي هي او ا بون او بي هي شنو هي مال ان دمي او ا باش تبدا فهمني ما هو ديزي ماج نقول وشكون الاخرى او جي او جي هي ان دمي اسي ها جو سامبليفي تولي او ا ايجالا اسي هكا ودا حبيبكم سوا أو إن هذيك الكعبة لا هي هكا بالأندوني فهمت هكا نظيفة فهمت أنا نعرف الأسئلة أكبر
هكا هذيك هي هذه هاكا وصلنا له هذا نوصلوا بطريقه اخرى زافي كومبري باللي قال لك يبدو عندك زوز قد قد على اليسار فليزيماج نتاعهم قد قد على اليمين فهمت كلامي هي لو كونسيرف با لي ديستونس اما كان عندك دو ديستونس قد قد كان عندك دو ديستونس قد قد من اليسار فليزيماج نتاعهم يكونوا قد قد من اليمين شنو هو المثال اللي عندنا نعملوها بالفيولي ها المثال اللي عندنا هو او بي او ايماجو شنو البي او ايماجو او ا سافا والاو جي ايماجو ا سي دونك او ا ايغال ا دو بي او او ا سي ايغال ا دو او جي اي دونك كاو عندنا او ا هنعاود القادم يقال دو او بي و ا سي يقال دو او جي و او بي يقال او جي alors qu'est-ce qu'on dit alors ben دو on dit que a سي يقال او ا اي سا مارش بيان ميثود مش خايبه على كل هذا مو كل سو دي ميثود معناته اوكي ديستانس سي ان كيستيون انتريسون كو ميم لا كيستيون تاع ديستانس سي بون كاو مشي طول بارتي سي اوكي كونسنتري بيان بالله في بارتي سي ده في كيست بارتي سي شنو قال لنا اش هي ايجال اس رون ار موان زان هكا ولا ايمان معانا ايمان هاك تقدم و ال ايجال اس اي دو او ديتيرميني اش دو اي و اش دو او غنشوفها جوست نشوف ال اللي ال ايجال اس اي دو او ويني ال يا ربي ويني ال ال ايجال اس اي دو او هيبا ال ايجال اس اي دو او إذا يا جماعة ال إيكالا اس إي دو أو هاي ديتيرميني اش دو إي و اش دو أو اش دو إي يا جماعة هي اس رون ار موان زان دو إي ايه اس رون ار موان زان دو اي يا جماعه هي اس دو بي واللي هي قداش او هاكا ولا واش لي اخر و اش دو او يا جماعه هي اس رون ار موان زان دو او اللي هي اس دو او اللي هي ا مونتري كو اش تي نومو ديسي اي ديتيرميني سون رابور هاي انت انت نهى اسكت اشرب R moins هي moins بي سور 2 شوف الدياجرام ما نعرفش ندولي moins بي سور 2 moins بي سور 2 والاخرى اي ميم سونتر هما ما قالكش تاع سونتر سونتر يدولي مازال في الريشيرش سونتر خليه من بعد كيستيون جي يعطيك الصحة هاي رديت سؤال مالا باش النقاش اللي قلته لي المرة اللي فاتت الكل يمشي ينحي اوكي قلناها النهار الاثنين باش نمسحوا توا جديد يا رابح ها واش نقولوا نقولوا اس ايتون سيميليتود ديريكت دو رابور دو اي دونجل بي سور دو ونقولوا له اللي ار موان زان ايتون سيميليتود ديريكت دو رابور ان مادام روتاسيون روتاسيون دو رابور ا اي دونك لي موان بي سور دو خويا الغالي كي باش نعمل الكومبوزي نتاعهم باش تجيني سيميليتي ديريكت دو رابور دو اي دونك اش معناها مزوز دونك زيرو اي انا هي السيميليتي دو رابور دو اي دونك زيرو جيرا او مو دي سي دو رابور دو ب سعيد فهمنا في هذه ما تفهمين هاي باش نسالك سؤال سؤال صعيب ياسر
صعيب ياسر باش تجاوبني عليه، لكن نحاول نسألك عليه. هاي حضر روحك، أخضر لنا تسنيم، تسنيم وشاي مخضر. كي تبدا العينيه دونجل بي اش تعطيك؟ من فضلك الرابور موان دو انتهى الموضوع هاك هاو. هذيك هي هذيك التفاهات نقراو فيها، ما تبداش تصعب فيها على روحك، فهمتني؟ هذيك هي راهو هذاك البروجرام. تحب تصنع بروجرام اخر تجوز به التلميذ الاخير ديجا تون سكول باش يجاوب عليها. هذيك من الاول جي فيها ليكزرسيس تون سكول باش يجاوب عليها. نعرف مسألة أخرى خرجت بديت تدخل فيها في بعضها. باهي مونتريك اش أ بور سونتر إل. كيما شنو هي؟ اش راك تحدد لي لو كان عندك ريبونس ما تقول قولوا لي دقق قولوا لي. هاي مين قاعدة؟ باهي أول مرة في حياتنا، أول مرة في حياتنا ضربنا الرابور في بعضه. تسمع فينا إيمان؟ أول مرة في حياتنا ضربنا الرابور في بعضه، أول مرة جمعنا نيسون هيك. هو سونتر كيفاش مش ميديون؟ في سونتر يا خلود هذول عندها ريبونس. استنى هي ومن بعد ما سبوزي نقعد غادي. يا ربي شنو هو فيريفي؟ فيريفي الفيكتور معناها الفيكتوريات. انت مش فيريفي زيادة؟ لا ما شاء الله. تعرف هذا عندك منها؟ مالك فيش كيكة باش تجيبها من السوق؟ مازال فيك انا والله انا ما نعرفش راهو انا ما نعرفش شنو مكتوب في الكوليكسيون عندي بالطبيعة الجواب ريبونس. اي دو فوا عندك منها؟ اي كيف عندك منها صح ولا لا؟ اي كيفاش جات؟ لحظة يا جماعة وانت صوبيكم معايا بالله. اها صار سيمتريك دو او بارابور هي اي مالها تسيي قطعت بعضها الال عندنا هذيك. خلينا نشوف الميثود نتاعي انا لحظة بركب بالله. فيكتوريت سيدي فيكتوريت ابو فيكتوريت في الموضوع ايه بوب ما تلعبي بس شوية استنيني طبعا بالك شي نفرح بيك. او اي او ا او اي او ا لا لا مش نفرح بيك انا نفرح بيك لا تفرحي بي بنيت عمي بتكبرت لنا. مريقل 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 تنقل لكم ميثود الاخرى. باهي سوا اوميغا لو سونتر دو اش اي بار اش دو اي يا جماعه شنو يساوي؟ اش دو اي ايجال او معناها اوميغا او ايجال دو فوا اوميغا اي معناته اي مليو دو اوميغا او مالا اوميغا ايجال اس اي دو او. هذه الاوميغا اللي سمعناها نحن. ترى ارجع للارشيف عندك شي بوان على هذه المواصفات طبعا لنان بوان ال اللي هي الموجوده هي اس اي دو او مالا ال ايجال اوميجا دو ال اي لو سونتر دو اش. شنو رايك خلود تنجح بالضبط مضروبه بالسفوت دي ما تستحقش معناها بوان اخرى ولا حاجه لكن نحب نستعملوا دو بوان. تا ركزوا معايا علاش ما نجموش؟ ما نجموش هاك هاك باش نشوف العرض نجمو ولا ما نجموش تو قالوا ما نجموش. اش دي شنو عطوني عندنا لي زيماج شكونو؟ هاي مالا اش دو اي ايجالا او معناته اوميجا وين اوميجا ابارتيان ا اي او. وعندنا اش دو او هي ا يا لالا وين دهزنا ذي تعطينا دي اوميغا ابارتيان ا او يا جو ذي معناها اوميغا وين؟ اوميغا ابارتيان اي او انتر. ايش رايك خلود؟
تنجح انت عجبتك ولا لا يا خلود؟ اه كابرتي فيها نفس الدفوار دروات فهم. ما عنديش زهر. لا ما عندي عندك كلمه طلعت. لا 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 اللي ما تيجيش تشوف تبدا يقارش قدامي صار متزوج انا هاب نلف الديبات الميت اللي سامع ميت اخرى وكا هو فهمت هذا انا مش بيني ما كنتش نتصور باش تعملها راه بالدي فوا فيكتور لانترسيكسيون ما فيش كلام غير مكسر راسي فهمت لكن ما قدمش تصويره في خسرت رجعت للفيجور وثبتنا الغاء ما توصلش اي باهي ما نخلوها مكتوبه خاطر هي ديما توصل في العاده نادرا في ما توصلش فهمتوني ولا لا؟ دونك لا غالبا لا مش كاتب هو ديجا مدلنا البوان ال معناها مقرطصه بحيث تكون الاستعمال لا رولاسيون فيكتوريال هي تكلم تكلم هذه انظف واحده تكتب الاخرى تناقشوا فيها هذيك المشكله ما ترتجلش ديما بوزي اوميجا انت راك اول نحن في اول تجربه سيميليتود جينا للبروف البروف باش يعطينا الريداكسيون المناسبه ومن بعد باش نوزع على من بعدها شنو نص كتير بالونترينمون ترينا بنفس الطريقه وكا قصد بعض اوكي ما تبوزيش اوميجا هاي نتبع الريزونمون كيف باش تبداها القصه كيف باش تبداها هاي بقى عليك اش خاص لينا احنا مزال شويه مريم ما تكتب لي فرونت فيكتور نيت كي لازم يكتبوها لي فرونت فيكتور نيت تفسر لي فرونت فيكتور نيت هي تاع كوميك انت خايفه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله صحيح مش ناقص هيد ستيل كار كار لا 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 كار إيه لا هذيك امريكا بالنسبه لينا وصل للميساج كار ما قلتليش اللي ليماج شنو عندي ليماج دو اي ايكال او كار اش دو اي ايكال او هكا هو امريكا صحيح امريكا امريكا ما تخافش صحيح ما نروحش زفوت الراجل يفسخ عليها اوكي كار هكا قلت لي الفيكتور دو فوا قلت لي الفيكتور دو فوا هي هكا وما انا نعرف هذيك ليماج هكا هذيك هو الصوت اوكي ديتيرميني ليماج ديتيرميني ليماج دو جي بار اس رون ار موان 1 عباره دار فيها تخدم ما فيهاش لا بشويه شويه اس رون ار موان 1 هي اللي جديده هذه ها إذن ريبونس ديريكت اس رون ار موان 1 دو اش دو جي ايغال اس دو اش كيست ايغال اش ندوير كو اش مليو دو ال اش ندوير كو جي مليو دو ال اش يعطيك الصحة كلام تحفون اس رون ار موان 1 دو جي ايغال اش معناها اش دو جي ايجال اش اش معناها اش دو جي ايجال اش معناها الفيكتور ال اش ايجال دو فوا فيكتور ال جي دونك جي لو ميليو دو ال اش كاو في تاكي مونتري كو ال اش ابريم اي ان تريانجل ريكتانجل مونتري الور ديدوير علاش مونتري ذا ديدوي مونتري الو ديدكسيون سير مش تعملت ال هو الاس هي اش غير مش تعملت اس ار موزان ار موزان مش تعملت روكيت مش عملت ار موزان يا ما تعملت الاس هي اش غير ما تخلو هيك ديدكسيون كلاسيكيه معتاده تحفونا ومزيانة هاد كان مكتوبة نظيفة هاد نشوفها صحيحة نصورها حلوة 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 ياسر اوه هو يحب تريونغ ريكتونغ لا ما قالش يدوس ريكتونغ هيك هاو هاك هاو يعطيك الصحة هاك هاو بارفي بارفي الديستانس هذيك ال اش اش ال ايجال دو فوا اش ابريم سي با لا بين هذيك معناها زايدة كتبتها مش مشكلة اما تعطيك اللي هو ترونغ ريكتونغ صفا ترجع رجعت سيميليتود وجاوك على جاو
مزيانه مش خايبه. اس رون ار موان زان لهنا باش نعملوا اس رون ار موان زان دو كوا؟ هاي يا جماعه اذا نعرف لي لا روتاسيون دو ال هي ابري، معناها ار موان زان دو ال هي ابري. وش يعني هذا؟ مالا اس رون ار موان زان دو ال ايجال اس دو ابري. اس رون ار موان زان دو ال ايجال اس دو ابري. و اش دو ال ايجال ال مالا اس دو ابريم ايجال ال. وبذلك ندويرو لي اش ابريم اش ال كونغري ا بليزور دو. نعاودو اس ار دو ال ايجال ابريم. اوكي هاي نمشيو نعاودوها. ترى شنو عندنا احنا لهنا؟ عندنا اش دو ال في قراءة أخرى، ترى نخرج من اش دو ال إيجالا إيه؟ شكوني اش دو ال إيجالا إيه؟ شكوني اش هي أصلا؟ هي اس رو إير موانزان دو ال إيجالا إيه؟ أور شنو تعرف عليها إير موانزان دو ال؟ نقول لكم ار موان زان دو ار هي شنو؟ هي ابري. علاش؟ على خاطر او ال ايجال دو فوا او اي ايجال دو فوا او بي ايجال او ابريم. صح وفرح عليك يا صديقي. و لونجل او ال او ابريم شنو تساوي يا صديقي العزيز؟ او ال او ابريم ايجال باش ما نطولوهاش، هي او اي او بي. مش هكا بالله، هي بيدها لونجل او اي او بي موديلو دو بي، واللي هي تعطينا هذه او اي او بي موان بي سور دو موديلو دو بي. دونك يا صديقي العزيز ماذا يمكن ان نقول؟ اي مالا ار موان زان دو ال قداش هو ابري؟ دو اس رون اس اي رون ار موان زان، ار موان زان دو ال هي ابريم. مالا اس دو ابريم قداش يساوي يا جماعه؟ اس دو ابريم، اس دو ابريم ايكالا ال. مالا اس دو ابريم ايكالا ال. اش معناته اس دو ابريم ايكالا ال؟ هاي واحد زويز اش ابريم ايكالا دو فوا اش ال. هل تبقى برك؟ هل تبقى كيك كيما انت كتبت هذه؟ اش ابريم اش ال كونغرو بي سور دو. مالا شنو طبيعة التريونجل؟ مالا اش ابريم ال اي شنو؟ اش ابريم ال اي ريكتونجل اون شني؟ اون ناش. وكر بحنا الديستانس على ما يدري، على ما على ما ياتي كيما يقول. شكون يعرف على الدنيا؟ انا رابحين الديستانس، خليها في جيبك الديستانس على ما ياتي. من الاول لمت على زينب ومن بعد رجعت لكتابتها، خليها هكاك على ما ياتي. زافي كومبري طول الموند؟ تفهم فهمت كلامي ماهوش نحكي؟ الديستانس هذه خليها اليرت هكاك على ما ياتي وينتهي الموضوع. باه مريقل اه مريم سافا مريم مريم اي سافا مسيو مريقي لاي نواصل هيك. هاي الريزونمون تاعنا وكل ما شيء. توا مشينا لسيميليتود انديريكت. اش قال لنا عليه سيميليتود انديريكت؟ كي اون فوا جي اون كا سي اون جي، جي اون كا سي اون جي. هاي
Déterminer le rapport de sigma. Soit K prime le rapport de sigma. Qui va chercher le rapport? Laisse la distance KG sur la distance JC. N'arrange-toi KG sur JC. Apparemment, on a marqué. KG. Oui, ni KG. Sur JC. Tabamaya. أخرى نرانيا كاج سير جي سي كاج سير جي سي بتبيع بساتين عندني أوكي شاشيت ذاك فوق راس الاخر معناها هاني خدمنا بها سيميليتي ديريكت استثمرناه ما تعرفينا شيء ما هيك هاو اس موان زان دو جي هي كام حلا هذه واس موان زان دو اس هي G. Maintenant, G K sur G est égal à 1 demi. K. Rajnon, une nette. Karjnon. Car S moins 1 est une similitude directe de rapport Kadesh. La moitié de 2, c'est 1 demi. Construire. Oméga, le centre de sigma, puis déduire l'axe delta. Ok? Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Construire oméga, le centre de sigma, puis déduire l'axe delta. D'accord, je vous ai dit. Construire le centre oméga et l'axe delta de sigma. Quel est le centre? Raïs, qu'on y arrive? Je mets à l'éolini, je peux comme la hasse ou la khabar. Ou la pchette frie, la kao, brut. Bourjolé, khalet, blasata. Construire oméga au centre de sigma, puis déduire l'axe delta. Vous voyez cette phase d'article. Ah, il y a 1 milliard fois. واحد مليار فوا هاي يا جماعة لازمكم أول حاجة تفيقوا بها هي البنات هي شنية هو الفارما زاد مش سامع فورم زيادة كيكة؟ لا زيد مقلوبة ما تجيش مقلوبة خزات دي ما تجي مواتية هي ما تجي مقلوبة حلاوتها غادي هي تجي بالعكس هاي هذيك تعمل الفازة سيجما رو سيجما دو سي هي شنو هي كا سيجما رو سيجما دو سي هي كا و sigma dans sigma c'est le multiplicité centre oméga de rapport 1 sur 4. Mais le multiplicité centre oméga de rapport 1 sur 4 de C égal à K. Mais là je vais vous dire, là ça dit que nous disons oméga K égal à 1 sur 4 fois oméga C. Oméga K égal à 1 sur 4 fois oméga C. Omega K, Omega K, égale à 1 sur 4, Omega C. Ok? Et il y a un autre, il y a l'image de C et G, ou l'image de G et K, et il y a le sigma rond sigma de C, et K. Ou je ne sais pas si le sigma rond sigma, c'est le multiplicité entre Omega et de rapport 1 sur 4, mais il y a le cours, il y a L,
سيجما ران سيجما سي لوموتيسي دو سنتر شنو اي يدور رابور شنو كا او كاري دو سنتر فا دو سنتر اوميغا في الكا هذي بس ما نعرفوش دو سنتر اوميغا يدور رابور كا او كاري دولي واضحه ايمان اخزر لي انا اخزر لي انا ري دو سنتر اوميغا يدور رابور كا او كاري اوكي مش عليش ما عملناها عملناها في الكور عملناها في الكور سيجما هي شنو عملناها المرة اللي فاتت سيجما رون سيجما هذه شنو هي لومو دي سي دو سنتر اوميغا سيجما هي شنو اي سيجما هي لومو دي سي دو سنتر اوميغا اي دو رابور كا رون اس دلتا وزاد هي بيدها اس دلتا رو لو موتيسي دو سنتر اوميغا اي دو رابور كا هكا هكا ولا انا غلط اعمل اومي سيجما رو سيجما تاو اس دلتا و اس دلتا سا مو سامبلي في يعطونا لو موتيسي دو سنتر اوميغا اي دو رابور كا اوكي متفاهمين سلام متفاهمين مريم اي باه هي كيفاش باش تبلاسيها لو بوان 4 او هي لو بوان اوميغا يا لالا اي حلو اي حلو ياسر منك خلود معناته 4 اوميغا كا ايجالا اوميغا سي معناته راهو اوميغا اخص اوميغا موجوده لهنا وموجوده زاد لهنا نقولوا اللي اوميغا لو باري سنتر دو كا قداش دو كا 4 و سي قداش و سي موان زان شنو رايك حلوة مريقلة ما لاش نقولو هنا يا جماعة نقولو اللي او كا اوميغا ايجالا بيتا سور الفا بلس بيتا كاسي اللي هي موان زان تيار كاسي وهكذا نجمو نعمل الكونستريكسيون تاع البوان كا كا اوميغا ايجال كا اوميغا ايجال هادي حلوة هادي ومهمة ايوا راهوي اذا كا اوميغا هي موان زانتير كاسي كا اوميغا موان زانتير كاسي جو بونس سي كلير هاديك ايش عندي واضحة باهي يا جماعة دلتا واش باش يكون دلتا دلتا باش يكون لا دابري لا بيسيكتريس انتيريور دو لانجل جيومتريك دلتا اي لا بيسيكتريس انتيريور دابري لو كور توجور يا مريم لا بيسيكتريس انتيريور دو لانجل جيومتريك لا بيسيكتريس انتيريور دو لانجل جيومتريك سي اوميغا جي 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 علاش على خاطر ليماج دو سي قال جي صافا تو عندي شويه مشاكل في الباري سونتر انا هاني نسيت تو شنو نعمل ها نسيه انا تو نسيه ما دام الكل نسي فاهم شيء مش متذكر شيء لازم نعمل بتيت رابيل على الباري سونتر مش هيك نسيه برا اوكي لازمنا رابيل على الباري سونتر نذكر ثم اسباس ولا لا ما عادش اي نحاول نستغلوها هذيك على
هاي يا جماعة نمشيو نعملو بتيت رابيل على الباري سونتر. اي راجعين له، حتى الكيستيون هذاك اللي ناقص ماهوش مصلح، فهمتوا؟ هاي يا جماعة عملنا رابيل على الباري سونتر، نقولوا كي يبدا جي باري سونتر بوا بوندوري الفا بيتا، معناها الفا جي ا بلس بيتا جي بي ايجالو فيكتور نول، مع تلك الفا بلس بيتا شلحوالها ديفيرون دو زيرو. باه اعطيني ا جي يمشي ايمان، هاي اعطيني ا جي كوانت ايجال ا جي، تعرف منها واش كلمة تهضر فيك؟ ا جي شنو تصير؟ بيتا سير الفا بلس بيتا ا بي، باهي مش مشكلة سيدي، أعطيني بي جي على الفاز. لا عاد هقول لك مجنون كلكم، ها ما عمرش عم فيه الرابير راك مذكرين بي ا اقعد هيك تنوح لك تو اصلا كي تبدا. لا لا ما سحقوش روبون، اي ما سحقوش روبون، ما سحقوش دايما ما سحقوش روبون، اما ثم هذه بالك شي كي ندخلوا في يعني فك في الصيد نستعملوها مره من المرات. الفا موجوده في درس واحد، اما في الكورس ده موجود بيتا ام بي اي هيك الفاز ايجال شنو؟ ايجال الفا بلس بيتا ام جي افيك جي باري دو بوان بوندوري ا الفا. استنى تمام كمل بس ما تناقش معاك لحظه باهي سي بون متفاهمين، هذا يا رابيل على الباري سونتر حاجه لازمه بلاي. ثم كيستيون ما كملناهوش، ايش يحب؟ يحب ايش يحب؟ رون ايوا اي اي واضح واضح مزيانه مش خايبه. نقولوا له واي اس ايتون بلي كيل كيستيون هو ده اي تروزيام دي هاي خلود اي جاوبني اي خلود جاوبني كومبوزيشن جينا تاع اس ايت اون سيميليتود ديريكت بيان سور دو رابور دو او سيغما est une concentrée s'il vous plaît est une similitude indirecte de rapport 1 demi mais là attends est-ce rond sigma ou sigma rond est-ce rond sigma est une même si Marie tra similitude indirecte de rapport comme Marie comme de rapport 1 بلاش نقول لك خير تو كان عارف عندي شك لي باش تخلط هاي وش ليه مرموح انا وبرا لقينا دو رابور ان توالي ديبلاسمون انتي ديبلاسمون تقصد اس ران سيجما ايت ان انتي انتي ديبلاسمون برا هذا هذاك شنو ناقصين احنا اش ينجم يكون لونتي ديبلاسمون؟ اسم دير دوغونال اسم دريك لي سون باه نمشي واش مش يطلع حسب رايكم حل لك الكتاب وقول لي شنو الكتاب معروف الكتاب حل حل الفيجور اخذ لي الفيجور وقول لي انت مش تقول اس رون سيجما فيها ترانسفورماسيون هاي ايمان
هاي سيجما وين؟ مش مكتوب اي سيجما في الدياجرام. لحظة لحظة. سيجما منين منين دزنا؟ سيجما خاطر عملنا الفورم زيت. توا نحن اولاد اليوم توا نحن نحكيو على موضوع اخر. اش نعملوا؟ سيجما رون يظلي اس رون سيجما. امشي خلود اي امشي هات خلود. عندنا فورم زيد. فورم زيد بالهوش رماح. من جيد السي ومن السي للجي. نسيب شعملوا اس رون سيجما. اخزروا لي يا جماعة. ثم زوج بوانيت يعيط اليوم يا بابا. اتلاقوا بيا الناس كلها. اتلاقوا بيا. تهزنا. ميكا ركز. للجي هذه اس. ومن جي للكا. كا ايتام بوان فيكس يا صديقي. وتهزنا زادة. من جي للسي ومن سي للجي. جي ايتام بوان فيكس اوسي. Vous avez compris? ملاك لقيت دو بوان فيكس يا سعد كي هناك هما دو بوان ديستان مالها هي سيم كي اورتوغونال داكس اك دروات فورمي بار لي دو بوان ديستان دوك سي كلير بور تو مون مالا ما عليا كان تعاونوني تملوا عليا كالعاده وانا نكتب قولوا لي اس رون سيجما اس امشي خلو اس اور نعملوا له اور هكا ولا اس رون سيجما غلطة في بالي غلطة من هنا غلطة و اس رون سيجما ريتو الغلطة البنات هي شنو هي عملنا نعملوا اس رون سيجما رقم توا اللي كنت نوري فيها انا توا عملت الاس ومن بعد سيجما توا السيجما ومن بعد الاس خاطر السيجما هي اللي من داخل دونك اي فما كان واحد فيكم قال لي انا لازم يجيب صحيح نضربوها بالسيجما قبل ما مش جي للكا مالا الجي والسي هما اللي مش يكونوا فيكس هكا هو الجي والسي مريكلين هاي صور جي والسي هذه اللي ما جي تعطينا جي والسي تعطينا سي اوكي دونك هو سيد دونك اس يعطيك الصحة رون سيجما هي اس جي سي وتزيدوا كلمة كار جي سي دو بوان كار 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 اس رون سيجما فيكس صحيت صحيت فيكس انا علاش نكتب فيها نكتب هذيك دو بوان على كلمة ديستان انا نكتب فيها باش نضمن روحي اي هذيك اللي قالت خلود من الاول لازم تتبعوا الاحداث يا جماعه خلود اسمع اللي هذيك اللي قالت خلود من الاول خلود هذاك الكلام اللي قالته من الاول اش قالت خلود؟ قالت لك فيكس البوان جي فاق به جي من البدايه وانا ما رضيتش بها جي بركه ما تكفينيش عاد انا مادام عندي خير ربي عندي الخير بزاف لازم يزوز باش نتصرفها فرد مره لا نقول لي هي سيمتي اورتوغونال هي العسل هي سيمتي اورتوغونال لكن هما كاركترستيكناهاش ناقصه الكاركترستيك اوكي يا جماعه C'est clair, Esma. Voilà donc c'est tout ce que j'ai dans cet exercice. Allez, Esma, l'exercice numéro 4. On commence. Atana f de x égale à 1 sur 1 plus x au carré. Vous êtes comme. قلت لكم شكون يحكي بروحه يطلع لنا البريميتيف وحتى واحد ما جاوب. هاودي زيد دو زيكس ناقص دو زيكس والله كي تموت اطلعها لطف عليك. مشي بالالان احترم نفسك الان ايش دخلها لنا في الموضوع؟ لا لا من فضلك من فضلك من فضلك ما تخرجش
مالها؟ هاي هاي شكون زيد؟ سي باهي يا جماعة، هي عندها بريميتيف، راه تسمع فيا إيمان، هي عندها بريميتيف، أما نحن البريميتيف هذاك ما نجموش نطلعوه. تعرف شنو هو البريميتيف نتاعها؟ البريميتيف نتاعها في السوبيريور يا شيماء، تسمع فيا، في السوبيريور عارك تونجونت، تاع خلو الطيارة عارك تونجونت، هذه باش نجيبها في الفرجة باش باش بوكي يتمتع، نحب بوكي يتمتع بالمات قرايته وخليه يتذكرها الكل، خليه يتذكر صغره. باهي يا جماعة، هاي مونتري اف ادمي ان بريميتيف سور ار، قولوا له كلمة خفيفة، نقولوا اف اي كونتيني سور ار، مالا ادمي ان بريميتيف سور ار وسايبو داخل، فهمتوني شنو نحكي ولا؟ شادة صحيح، هاي شوف الطلعة طلعت لعبها، سوا اف لا بريميتيف دو بي دي تي اف سير ار كي ساني نون زيرو اون بوز جران جي دو اكس ايكالا جران اف دي اكس بلس جران اف دو موانز اكس. فهمتوا هذه الجدوى منها ولا لا؟ اوكي باش نعملوا بها الباريتي، ايش بيه يعاون فينا نورمال ما يعاوناش، شنو رايك؟ يعاوننا نورمال مو؟ اش قلت؟ اي باش يعمل فيها البير هو عملوه من قبل الاكزرس هذا ولا؟ مو ثما اكزرسيس هكا فهمتني يا خلود شادا ليه عندي انا عندي انا في الزوز هذيك حاجه اخرى ما عندي انا عملناها من غير ما نقعد نجبد في الديريفابيليتي ثم اكزرسيس بديته لكم مش قلت لكم سوا اف لا فونكسيون ديفيني بار يا جماعه قلت لكم سوا اف لا فونكسيون ديفيني بار نعطيك الديريفي نتاعها اللي هي ان سر ان بي سيكس كاري ونقول لك اي برا نبدا نسال فيك اوكي ها باش ما تبقاش في قلوبكم الحكايه ها زي اللي مثلها بيا هي لا لا خلينا نوريوها بطبيعتي مش نوريها انا مش نوريها انا بطبيعتي بطبيعتي لا لا هاي هاي طوش مريه لك انا وانتهى الموضوع ها في رامشتاين ثواني ديجا فيها مشكلة مش فيها مشكلة وقت ده بلا ذكرى كنت نطلع ذكرى لك جاي ثم مشكلة كي تبوزي انت سألتني ناقشنا فيه الموضوع انا وياك ولا ثم لا مش فما كومبوزي ثم فازة هي فيها قلت لكم راه فيها اشكالية هذه وقت البناء نتاعها فيه اشكال طرحها واحد تناقش انا واحد فيكم هذول خلوط قلت لك خلوط قديش؟ اكس فور سين دي اكس موانزا هاو الاكزرسيس نوز ادميتون كيل اكزيست اون فونكسيون اف ديريفابل هاو كالديريفي نتاعها تو قلت لك فونكسيون هاي الفونكسيون طلع بريميتيف نفسه va répéter les mêmes presque les mêmes questions on est déjà à quoi l'exercice هو الاشكال اللي فيها هو اني انك تبوزي انت قلنا بوزون لا ليميت يقال كذا قلت لكم راه هذه فيها اشكاليه كيفاش تبوزي لا ليميت يقال كذا شكون قال لك لا ليميت اكزيست ومن عطفينا دو ما حبيناش نكبشوا فيه خاطر انا تفهم لي شد فاسح ويعطل مونتري كي جران جي دو اكس ايكال زيرو اذا يا جماعه il s'agit d'une fonction composée la fonction qui x associée moins x est dérivable sur r ou la fonction grand f est dérivable sur r comme étant une primitive de petit f sur r ou pour tout x appartient à r moins x appartient à r alors la fonction qui x associée grand f de moins x est dérivable sur r alright تنجح تنجح ça va به ثم كذلك لا فونكسيون كي اكس اسوسي غران اف دو اكس هي ديريفابل سور ار دونك غران جي اي ديريفابل سور ار اي بور تو اكس ابارتيان ار اون باش نعمل تاو ديريفي والو خير نحب نلفت انتباهكم اللي لا ديريفي دو غران اف دو موان اكس هو شنو لا ديريفي دو غران اف دو موان اكس
يظهر لي كما تعرف الناس الكل هو يعطيك صحة يعطيك صحة لهنا il faut le faire comme étant une fonction composée ريتو لهنا il faut le faire comme étant une fonction composée هاكا موانز اكس بريم اللي هو شنو اللي هو موانز ان موانز اكس بريم اللي هو موانز ان واللي هي تعطينا موان او كسين موان حتى الموضوع اي دونك اي الوغ لكن بعد انا حتى نعمل الديريفي ونلقاه زيرو لا ديريفي هو زيرو شايما ما دام الديريفي زيرو هي مال الفونكسيون قداش شايما جران جي دو اكس هي شنو هي كونستانت هاي نطلعوا الكونستانت شايما طلعوا الكونستانت شايما تفهم فيا شنو كيفاش نطلعوا الكونستانت اي جران جي دو زيرو نعطوه جران جي دو زيرو إيجال جران ديف دو زيرو بلس جران ديف دو موان زيرو واللي هي دو فوا جران ديف دو زيرو اللي هي زيرو اللي هي إيجال كونستانت أوكي معناته الكونستانت إيجال زيرو مالا جران جي دو زيرو جران جي دو إكس إيجال زيرو فهمت عاملين هي اللي دبر غير مش بالجران ديف بالبيتي ديف علاش خاطر قال لنا اللي ديري فيه هو ان سور ان بلس اكس وكاري لا ما تخدم انت اي ولا شنو نجم ندوير شوف الكيستيون ساهل تحفون اللي يسالون ندوير لا باريتي دو اف اي جران اف اي دونك يلي بير ما تكتبش زيرو خاطر هو هنا ما عندك مش زيد انت هذيك ديجا وصلت لها كي لقيت اللي هي زيرو ديجا وصلت لها معناها كان ما تكتبش هذيا ديجا ما جاوبتوش على الكيستيون انت pour tout x appartient à moins x appartient à r et on a grand g de x égal à 0 هي مال grand f de moins x égal à moins grand f de x donc grand f est كيف حوالها est impair c'est clair يا جماعة grand g de x égal à grand f de moins 1 sur x montrer que grand g est une primitive de petit f sur r plus لحظة لحظة لا لا ماذا بيه تعود اش قلت خلود عاود 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 كلام ايه تري تري بيان سي تو ساجي دون فونكسيون كومبوزي هذا الملف هذا بالنسبة لنا احنا هذاك هو اللي لازمنا نتأكدوا منه اي ساجي دون فونكسيون كومبو كومبوزي Il s'agit d'une fonction composée. C'est clair? Il s'agit d'une fonction composée. On m'a dit une fonction composée. Donc il faut le faire comme étant une fonction composée. Allez-y, je mets un. Je m'en désolée. Et then, la fonction qui a x associé. Grand kx associé moins 1 sur x est dérivable sur l'ouvert 0 plus infini. Ou grand f est dérivable sur r. Ou pour tout x appartient à 0 plus infini, moins 1 sur x appartient à r. Alors g est dérivable sur l'ouvert 0 plus infini. Pour tout x appartient à l'ouvert 0 plus infini, on a grand g prime de x égale à moins 1 sur x prime fois grand f prime de moins 1 sur x. Vous voyez à quoi égale 1 sur x au carré fois petit f de moins 1 sur x. Les 1 sur x au carré, fois je n'ai, fois 1 sur 1 plus moins 1 sur x au carré. Qu'est-ce qui est égal à quoi? 1 sur x au carré fois 1 sur 1 plus 1 sur x au carré. Où est 1 sur 1 plus x au carré? Où est je n'ai? Petit f de x. Mais que peut-on dire de grand f? Que peut-on dire de g? G est une primitive de petit f sur le vert 0 plus l'infini. Déduire, Tawa. Que grand f de x égale à 2 fois grand f de 1 moins grand f de 1 sur x. C'est pas grand f de grand g de x et f de moins x.
رامب اف ايت اون بريميتيف دو بيتي اف سور لو فيرزو بصافي و جي ايت اون بريميتيف دو بيتي اف سور لو فيرزو بصافي مالا جراند اف دو اكس ايكال جي دو اكس بلس ان كونستانت. مسيو علاش جي دو اكس اون كونستانت؟ انت باش تقول لي مريم هما زوز بريميتيفات ولا لا؟ مالا لا هيك على لوتر بلس ان كونستانت هاك ولا مريم؟ ايه دونك هما سامحني مريم علاش مش العكس؟ هي حط على روحك العكس، حط على روحك العكس. ما مش تلقى الكونستانت تبدل لك، تلقى انت الكونستانت اذا كنت تحط العكس يا مريم الكونستانت بتاعك انت تجي موال الكونستانت بتاعي انا. سي كلير مريم؟ اي سي كلير. هيك هاو مالا جو رومبلاس مينتنون grand f de x égale grand f de moins de moins 1 sur x plus une constante. Maintenant, grand f de x égale à moins grand f de 1 sur x plus une constante. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une fonction impaire. Parce qu'il s'agit d'une fonction impaire. Et qu'à Omela? Madame, une fonction impaire. Que vais-je t'en l'attra? Je vais t'en l'attra. Deux fois grand F de 1. Mais on a deux fois. On a un constant. Je remplace X par 1. D'accord. Tu vas aller à chez moi. Grand F de 1 égale à moins grand F de 1 plus une constante. On a deux fois grand F de 1 égale au constant. Et donc grand F de X égale à moins grand F de 1 sur X plus 2 fois grand F de 1, vous faites tout ça. Calculez alors la limite de grand F de X. Vous voyez, je vais vous poser une question. Vous voyez, je vais vous poser une question. Vous voyez, je vais vous poser une question. Voilà, il y a une question. Voilà, il y a une question. 1 sur X, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. 1 sur X, c'est ça. اي والاخرى فونكسيون كومبوزي من هاك ولا اي. Et là, il s'agit d'une fonction composée, il faut le faire correctement, blé. Et là, limite de 1 sur x ou 0, limite lorsque x tend vers 0 de grand f de x tricti, tefka. Et grand f de 0, lié 0, à la khatara continue, mais la limite lorsque x tend vers plus infini de grand f de 1 sur x, ça y est, kadesh. Et 0. Mais la limite lorsque x tend vers plus infini de grand f de x, et la limite lorsque x tend vers plus infini de moins grand f de 1 sur x, plus 2 fois grand F de 1. Grand F moins grand F de 1 sur X, c'est 0, mais la tatine a 2 fois grand F de 1. Alors, le LMT en achète, vous savez, 2 fois grand F de 1. Et la limite de 1 est égale à 2 fois grand F de 1. Mais, t'as vu, je coule, tiens, elle est venue à l'aide, je ne sais pas, je vais te faire grand F de 1. نطلعوا جراند اف دو 1 شكون يعرف؟ انت ما تعرفش البريميتيف، كيفاه ما تعرفش البريميتيف وتطلع جراند اف دو 1؟ فهمتوا شنو نحكي ولا ما فهمتوش؟ اذا هاي نعم هي تعوض من ما تخرج لكش هاي هو بيدو بتبيع عليه جايب هذاك ولا ذاك لا بالطبيعة لا كيفاش تلقى كرنا مش هنا لا فونكسيون كي اكس اسوسي تانجونت اكس اي ديريفابل سير موان بي سور دو بي سور دو وغراند اف ديريفابل سير خاطر بريميتيف ركز معايا وبورتو ديكس ابارتيان موان بي سور دو تانجونت اكس ابارتونون ار الور اش اي ديريفابل سير موان بي سور دو بورتو ديكس ابارتيان موان بي سور دو اون اش دو اكس اكوات ايكال يا جماعه هو تانجنت x بريم فوا جراند اف بريم دو تانجنت x اللي هي 1 بلس تانجنت كاري فوا 1 سر 1 بلس تانجنت كاري اللي هي ايكال 1 مالا لا ديريفي ايكال 1 مالا لا ديريفي ايكال 1 اش معناها ديريفي ايكال 1 معناها الفونكسيون
اش في اكس ايش لين اكس بلس كيون كونستان وكيفاش نطلعوا الكونستان في موطن اش لا ديريفي ايجال ان يا جماعه دونك بور توت اكس ابارتي ا مون بي سور 2 بي سور 2 اون اكس ا كوات ايجال اون ا كوات ايجال اش دو اكس كونسنتري سي فو بلي ا كوات ايجال اش دو اكس سي ايجال ا اكس بلس ان كونستان اي كيفاش نطلعوها تاع الكونستان في موطن اش دو زيرو اللي هي جراند اف دو تانجون زيرو واللي هي قالها جراند اف دو زيرو اللي هي زيرو و اش دو زيرو نعرفوها كونستانت خاطر باش نبدلو هنا بالصفر وهنا بالصفر باش تبقى كونستانت ولا دونك كونستانت هي صفر مالها اش دو اكس اكوات ايكال ايكال اكس طلع لي جراند اف دو ان اي مين يخسر لنا طلع لي جراند اف دو ان اي سي بريسك لا ميم نفس الديتاي تبدل وقتها خاطر الكوليكسيون قديمه والاخرى جديده. جونت بي سير 4 مي اه هي. هاي جراند اف دو ان يا جماعه. هاي يا جماعة جراند اف دو ان هي جراند اف دو تانجون بي سور 4 واللي هي اش دو بي سور 4 نعاودو جراند اف دو ان نرزنو شوية هي جراند اف دو تانجون بي سور 4 واللي هي اش دو بي سور 4 واللي هي قداش بي سور 4 اون دي بير لا فالور دو ال كيستيون هذه تنجم تحيخ شنو هي؟ ال هو شنو هي؟ دو فوا جراند تيف دو ان واللي هو دو فوا شنو هي؟ فوا بي سور 4 واللي هو قداش؟ بي سور 2 توا شفتوني من قبل مركز على ايمان برشا ايمان تويك باش نجاوبك على السؤال نتاعك انا ايمان ايمان تعرف شنو قالت لي؟ قالت لي كيفاش نصوروا فونكسيون بريميتيف كيفاش نصوروها الفونكسيون بريميتيف؟ عندنا برشا معطيات توفروا عنا يا ايمان اخزر لي بالله اخزر لي ثواني وانتم خارجين وانتم خارجين هذا الروبير نتاعي بالله باش ما نضيعكمش وقتكم سامحوني بالله هذا الروبير اوكي اخزر لي سي كملت هذا الروبير رغم اني هي هذه فونكسيون لا بريميتيف تسمع فيا لا بريميتيف دو ان سور ان بلس اكس كاري هي ارك تانجونت نقراو في سوبيريور ما ندروش على مكان باهي هي يا صديقي هذه الارك تانجونت نجم نصورها سي تري انتريسون راهو الكيستيون تاعها. باهي نبداو الليميت في البيس لانفيني قداش؟ بي سور دو ها هو البي سور دو اسامبتوت اوريزون اوريزونتال في البي سور دو ها والاخر والليميت في الموان لانفيني مالا قداش؟ موان بي سور دو كيفاش عرفتها خلود؟ برافو البنات خاطرها امبير صحيت مالا هنا بي سور دو هنا بي سور دو وهنا موان بي سور دو تنجم تعاوني بواحد اخر حاجه اخرى ليماج دو زيرو هي زيرو هاي لا هناك اف دو ان بي سور 4 صحيت هذا ان اللي ماش بدا هو بي سور 4 نقولوا هنا هاي حوايج اخرى يا رحمودي نقول لك انا حاجه اخرى اف بريم دو زيرو انفا ماشي كيك عاد ماشي كيك الكلام اللي يجي راه صحيت هاكا فهموني البنات جران اف بريم دو زيرو هي شنو هي بيتيت اف دو زيرو مش هكا البنات واللي هي ايجال 1 معناها شنو نعمل هنا او تونجون باش يبقى او نطلع او تونجون او او تونجون تفهموا فيش قاعد نحكي انتو او تونجون تريدو تونجون هاي برا صور الكره نتاعك هذا مركب رجله نورمال ها هيك تقريبا برسم لكم شكون يدي شفتوا كيفاش الكلام مصعب نتاعها قال لك شكون قال لك اللي هو بوان دانفليكسيون ركز معايا هي سي ان سونتر دو سيمتري هي سي ان سونتر سيمتري دونك لهنا مادام او ديسو دو سو سونتر دو سيمتري دونك بوان دانفليكسيون لكن الناس مسالنا كيستيون ركز معايا جراند اف سكوند دو اكس هي بيتي تيف بريم دو اكس يا ايمان واللي هو شنو هي موان دو اكس كان مانيش غلط سور ان بلس اكس او كاري لو تو او كاري او كا اف سكوند جراند اف سكوند سانيل اون شانجون دي سيني دونك ياكد لك لو بدا فيكسون يقول لي عندي كل شيء كنت تحب تزيد تعاون كنت تحب تزيد تعاون كنت تحب تزيد تعاون راهو مش كان اللي ما جبت على الان راهو عندي
مش كان لي ماج دو ان راهو عندي، مش كان لي ماج دو ان راهو عندي، عندي ماجات نتاع الكل، مش كان لي ماج دو ان راهو عندي، نجم نعمل ليماج. اش عملنا نحن في كاليكتيرس تاع ديريفابيليتي؟ عملنا ليماج نتاع بي سور دروا، عملنا ليماج نتاع بي سور دروا وقتها، عملنا ليماج نتاع قداش، نتاع راسين دروا سور دو ولا راسين دروا سور دروا، اوكي، وعملنا ليماج نتاع ان سور نتاع راسين دروا زاده. هذوما الكل نجموا نستثمروهم في الكونستركسيون تاع الكورب، ينجموا يعاونونا. هاكا صورنا كورب نعرفوه نحن الريسبروك تاع ان سور ام 6 كاري، ما نعرفوش، رغم ذلك صورناه الكورب هذاك، رغم هذاك. لا لا لحظه، شنو قال خلود؟ نمشي، قال طونجون مش طونجون، هو ريسيبروك تاع طونجون. هاني نقول لكم اسمه ارك طونجون، لكن هو اور بروجرام، ما نقولوش الكلام هذا. Vous avez compris tout le monde? C'est clair? Voilà, donc c'est tout ce que j'ai dans cet exercice.